اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وهذه التغطية الخاصة. الحقيقة يمكن شباب كتير جدا بيشتغلوا في مجال توصيل الطلبات في كل مكان، وده يمكن الحقيقة بيعتبر بشكل كبير يمكن مصدر الرزق الرئيسي ليهم. علشان كده خلوني اقول لحضراتكم انه وزارة التضامن اعلنت عن مبادرة جديدة لكل الشباب اللي بيشتغلوا في هذا المجال، وده من ضمن الخطوات الداعمة للشباب في المبادرة، هي توفير دراجة لكل شاب. خلوني اقول لحضراتكم انه الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي اطلقت مبادره طريقك امان، وهي يعني لحمايه العاملين في مجال خدمه التوصيل او عامل الدليفري، وده في اطار مد المبادره الرئاسيه لدعم العماله غير المنتظمه لتشمل فئه جديده. فبعد مبادره بر امان لرعايه وحمايه صغار الصيادين، ومبادره يعني تتلفف حرير ايضا هي من ضمن المبادرات الاخرى التي تم اطلاقها، لدعم صغار الصانعين بقطاع إدارة طريق أمان، وهي لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل أو عامل الدليفري أو طيارين كما يعني يطلقون على أنفسهم. بتهدف المبادرة إلى ضم العاملين بخدمات توصيل الطلبات تحت مظلة الحماية التأمينية، كمان تمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا من خلال توفير مشروعات صغيرة بتساهم في توليد الدخل، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء جمعية خدمات العاملين تدريب للعاملين بقطاع خدمات التوصيل. كمان أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتشهد نموا قويا بقطاع توصيل الطلبات، والذي تجاوز 9 مليارات دولار طبقا لأرقام مارس 2022، كما نما سوق توصيل الطلبات بنسبة 8% العام الماضي. على سبيل المثال أيضا، فإن حجم سوق توصيل الطعام يقدر بنحو 2 مليار و500 مليون جنيه، ومع هذا النمو المتسارع للقطاع فإنه بحاجة إلى جهود تنظيمية واستثمارات، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 6 ملايين شاب وفتاة بيعملون في خدمة توصيل الطلبات في مصر. في ذات السياق، كشفت الدكتورة ميرفت صبري مساعد وزيرة التضامن للحماية وشبكة الأمان الاجتماعي أن مبادرة طريقك أمان هدفها دعم الشباب الذين يعملون في توصيل الطلبات، وكمان وضحت أنه في 6 ملايين عامل في خدمات التوصيل. الوزارة كانت بتهدف أيضا لعمل قاعدة بيانات يعني لهؤلاء الأشخاص، وأضافت أن الهدف من المبادرة هو عمل تأمين شامل ل يعني من يعمل خدمة الدليفري، وكمان الوزارة بتستهدف في المرحلة الأولى دعم 8000 عامل، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بتوفير دراجة هوائية لكل عامل، وسيكون هناك تأمين وعمل جمعية أهلية لهم، وأن هناك إحدى الشركات بدأت مع الوزارة بالفعل في تنفيذ تلك الأشياء. تبعت ميرفت صابرين بنستهدف من شراكة أو يعني من هذه الشراكة مع القطاع الخاص في مبادرة طريقك أمان حصر وتسجيل العاملين في مجال التوصيل للتعرف على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لمد الحماية التأمينية تحت فئة العمالة غير المنتظمة، موضحة أن المبادرة بتعتبر امتداد للمبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة. يعني دي كانت كافة التفاصيل حول هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.